يحل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصول جلالته إلى قاعدة أندروز الجوية، حيث أدت لجلالته فرقة الشرف الأمريكية التحية. وجد جلالته في استقباله سيدة ناتالي جونز مديرة التشريفات بالولايات المتحدة الأمريكية، وسفير المغرب بواشنطن السيد رشيد بوهلال، والأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي، والملحق العسكري لدى سفارة المغرب بواشنطن، والقنصل العام بنيويورك، وأعضاء سفارة المغرب بواشنطن، والمسؤولين بتمثيليات المغرب بالولايات المتحدة. كما تقدم للسلام على جلالة الملك أعضاء الوفد رفيع المستوى. كما يرافق جلالة الملك في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص مستشاري صاحب الجلالة السادة الطيب الفاسي الفهري، فؤاد علي الهمة، ياسر الزناقي، كما يشمل الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية سيد محمد بوسعيد، مؤرخ المملكة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني. وتروم هذه الزيارة المندرجة في إطار توثيق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين منذ أزيد من قرنين، إضفاء دينامية جديدة على الشراكة المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات، وتعزيز الحوار الثنائي واستراتيجي. كما تشكل مناسبة لقائدي البلدين من أجل التباحث والتبادل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مرحبا بجلالة الملك في واشنطن. الجالية المغربية هنا تعرب عن سرورها وبهجتها وغبطتها وانتشائها وفرحتها بمقدم جلالة الملك، وبهذه الزيارة التي ترفع هاماتنا وقيمتنا في هذا البلد الصديق. رعايا جلالة الملك في واشنطن يعتزون بهذا اللقاء الذي سيدعم شراكة البلدين وتعاونهما من أجل مصلحة التنمية والاستقرار والسلام. هذا الاعتزاز الكبير والوفاء والولاء، هذه المظاهر والمشاهد، هذه المشاعر كلها عربون ثقة في المستقبل، في التعاون المغربي الأمريكي، في الصداقة المغربية الأمريكية، في التناغم الوثيق في السياسات والمواقف، في الطابع المستدام للشراكة القوية بين البلدين. مغاربتنا في واشنطن، في نيويورك، في الحواضر القريبة والبعيدة هرعوا لتحية جلالة الملك والتعبير لجلالة الملك عن وشائج المحبة الموصولة الثابتة والمتأصلة، والتي تزداد بزيارة العمل هاته التي يقوم بها جلالة الملك إلى واشنطن وثوقا وتجدرا وتلاحما ووفاء وإخلاصا وتعلقا.